ايه ده؟ امال فين التريلا يا سعنتر؟ مش انا قلت لك الواد ده نصاب وهيضحك عليك؟ مساء الخير يا بهوات. التريلا فين يا حربي؟ موجودة يا باشا، موجودة في الحفظ والسوق. هي فين؟ تسلمني فلوس المعلمة انشرح الأول، التريلا تكون عندك هنا في غمضة عين. أنت بتتشرط عليا يا حربي؟ معاش ولا كان اللي اتشرط عليك يا باشا، بس ده كان اتفقنا من الأول يعني، واللي أوله شرط آخره نور. سلمني الفلوس أسلمك التريلا على طول. ها؟ فين الفلوس بقى يا باشا عشان يعني نلحق نمشي على طول؟ فين؟ أيوة عنتر بيه. هات الشيك من رشوان بيه. مش لما تيجي العربية الأول ولا هو كلامه وخلاص. رشوان اديله الشيك يا رشوان. تحت أمر سعادتك. هو عزام بيه معاكم في اللعبة دي؟ خليك في حالك. ومين الجدع المحترم اللي واقف هناك ده؟ ملكش صالح. الشيك عنتر بيه. فلوسك. ولو ان يا باشا كنت افضل يعني ان الفلوس تبقى كاش، بس مش مشكله، مقبوله منك عن تربيه. التريلا فين؟ حالا. نهدي ثانيه واحده والتريلا هيكون قدام عينيك. شفت بقى يا باشا ان حرب المهدي قد كلمته؟ ها؟ تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني العيب وهذا حنا. ها؟ هاي السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى يا رشوان. قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. برعي انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. كده يا فالح هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى زين اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه لو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي دول عندكم في الحاره هناك، انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هام وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده يا عنتر بيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي. صدقني غصب عني. رشوان بيه؟ رشوان بيه؟ ها؟ لقيت الحاجة؟ لا لا؟ يعني ايه لا؟ هنا الحديد لكن لا. هريس ازاي الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني ايه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا اهو. حديد ايه؟ انا بسالك على البضاعه الثانيه. البضاعه الثانيه؟ البضاعه الثانيه ايه بقى؟ زين هو كان في بضاعه ثانيه في التريلا؟ البضاعه انا مش عارف، ما اعرفش حاجه عن موضوع البضاعه الثانيه دي خالص. انت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو. الله يسامحك يا باشا، الله يسامحك. هتقول البضاعه فين والا؟ ولا ايه يا باشا؟ هتعملوا فينا ايه اكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟
ايه هتموتونا مرتين؟ انت هتتكلم ولا افرغ ده في دماغك؟ لو عملتها يبقى عمرك ما هتشم البضاعه دي تاني. يبقى افرغه في دماغ صاحبك. اتكلم يا حربي، رشوان دي في مجنون. اسمع الكلام يا حربي وقول الحاجه فين. وبعد انت يا حربي، الراجل ده مجنون وكده كده هيموتنا، يبقى نموت احنا ويموتوا هما بحسرتهم على البضاعه اللي عمرهم ما يشوفوها من غيرنا. كده حلو، يبقى انت كده جبته لنفسك. رشوان هاتوهم وحصلوني بيهم على جوه من غير ما تأذوهم. ماشي. يلا يا اخويا. يلا حبيبي. يلا يا خفيف اطلع. خش. خش يا حبيبي خش. اسمع يا ابني انت وهو، احنا عارفين البضاعة معاكم، قولولنا على مكان البضاعة فين وانا مستعد ما اخليش حد يمسكه بسوء. طب وايه اللي يضمن؟ انا هديكم كلمة شرف. شوف يا باشا، حكاية كلمة شرف دي ما تاكلش معانا لمؤاخذة، بس انا هريح قلبك على الاخر، البضاعة عندنا وفي الحفظ والسوق. عندكم؟ عندكم فين؟ ما تنطرد منك لو بدل ما جالك تشلقه. طب لازمتها ايه طب طولة اللسان دي؟ اسكت يا رشوان. يا عادل بيه دول ما يجوش. اخلص خالص، انت اسكت. يا حربي، ما قلتيش البضاعه فين؟ البضاعه عند واحد صاحبنا يا باشا، ومعاه جواب صغير. لو احنا ما رجعناش قبل اذان الفجر هيسلم البضاعه بالجواب للبوليس، والجواب ده بقى فيه كل حاجه عن البضاعه واسماء اصحابها كله يا باشا. بيتقال يا باشا يعني انت ما تحبش ان البوليس يتدخل ما بيننا وما بينك؟ نخلي الطبق مستور احسن يا باشا، مش كده ولا ايه يا باشا؟ خدوهم على بره وما حدش يقرب لهم لغايه لما اخرج لكم. يلا يا اخوان. هو خلي بالك يا باشا، انا مش مسؤول على اللي هيحصل لو ما رجعناش قبل اذان الفجر. ماشي يا حبيبي. يلا يا اخويا. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي. يلا يا عم. يلا بره. وبعدين يا عدل بيه، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ يا جماعه انا شايف ان انتوا تسيبوا الموضوع ده ليا، انا هقطع من جسمهم حتت لغايه ما يقروا ويقولوا البضاعه فين. مسألة مش عافية يا رشوان، دول عيال صيع، مهما تعمل فيهم مش هينطقوا بكلمة. خلاص روحهم بقت في البضاعة. ده غير الجواب اللي معاهم، هيودوني بيه في 60 داهية. جوابات بس ايه اللي أنت بتتكلم عليها يا عنتر؟ ده كله تهويش في تهويش. وافرض بقى حقيقي، مسائل لازم تتاخذ بمنتهى الحرص. صح صح يا عدل بيه، إحنا كنا فاكرين إنهم مش عارفين حاجة عن البودرة، طلعوا إنهم عارفين وفاهمين وعاملين حساب كل حاجة. أيوه، احنا عشان كده لازم نعمل حساب كل حاجة. يعني ايه؟ نسلم رقابينا لشوية عيال جرابيع زي دي ونفضل تحت رحمتهم؟ الموقف بقى متعقد خالص. أنا هكلم الباشا. مساء الخير يا سعادة الباشا، أنا آسف إن أنا بتصل في وقت متأخر زي ده، بس الحقيقة يعني في حاجات جدت كان لازم أبلغ سعادتك بيها. تفتكر هنخرج من هنا على رجلينا يا عم حربي ولا على نقينا؟ والله يعملونا صبة مسلح في عمارة فخمة من العمارات دي كلها. تفائل يا عم زين، تفائل وبطل تشاؤم. بقول لك ايه يا عم مفيد؟ ايه؟ ليش معاك سيجارتين كده عفارهم انا وزين؟ نفسك هفاك قوي على سجارة؟ يا عم ده المحكوم عليه بالإعدام بينفذوا له آخر طلب هو عايزه. من عينيا الاتنين. كويس يا سيدي. سيجارة واحدة؟ حلوة. ولع. تشكر يا زوق. اف امسك. حصلت الموت كمان. نفخ يا زين، نفخ وسبحان الله. الله على الله يا عم حبيبي، كله على الله.